يفتحوه ويدخلوا الغرفة واللي ما يلاقوش فيها شوية كنب وكراسي مخصصة لاستقبال الناس اللي جاية تعمل سحر عند حضرتك. بس يلاحظوا كمان وجود برميل معدن جواه صبة أسمنتية موجود في الغرفة. أيوة الفيديو اتشالك بتاعت صورة واحدة. وجود البرميل في المكان ده أنا اللي بتكلم. يلاقوا إن الصبة الأسمنتية فعلا بدأت تنشف. في هات صورة بس كان هضرب الناس. إنها جديدة فيقربوا منه أكتر ويخبطوا على البرميل. فيلاحظوا إن الجزء اللي فوق من البرميل وهم بيخبطوا عليه الصوت مكتوب تمام، لكن الجزء السفلي بحس إن فيه فراغ، فيقرروا إنهم يفتحوا البرميل علشان يعرفوا جواه إيه. وأول ما فتحوا جزء من المعدن في أسفل البرميل لقوا إن في دم خرج من البرميل. فيؤمر رجال الأمن المجموعة اللي معاهم بفتح البرميل وكسر الصبة الأسمنتية علشان يتفاجئوا إن جثة أمال موجودة جوه. ومن الشكل الظاهري إنها مضروبة بساطور على رأسها. عشان يفرق استدعاء رجال المعدن.